نشرة تحذيرية لها. تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة لليوم السبت أن تكون الأجواء غير مستقرة، ستعطي أمطارا أو زخات رعدية بالسهول الشمالية والوسطى والريف والواجهة المتوسطية ومرتفعات الأطلس. السماء ستكون قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالمناطق المتواجدة غرب الأطلس ومعتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية. وسيسجل هبوب رياح رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي والمناطق الشرقية. درجة الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 5 درجات و 10 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 11 درجة و 16 درجة بالواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية وما تبقى في المنطقة الشرقية. أما درجة الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 7 درجات و 12 درجة بالمرتفعات وما بين 26 درجة و 33 درجة بجنوب المملكة. البحر سيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبغاز، وهائجا إلى كثير الهيجان شمال أسفي، وهادئا إلى قليل الهيجان بين طنطان وبوشدور.